صباح الخير اخواتي واساتذتي وزملائي و الدكاتره العظماء. النهارده هنتكلم عن برونكال ازمه، وهنتكلم عن البرونكال ازمه في سبيسيفيك ايتم، هنتكلم في سبيشال فورمز اوف ازمه اور كوزز اوف برونكال ازمه اور كوزز اوف اكسيربيشنز اوف برونكال ازمه. طبعا الحاجات العادية اللي كلكم عارفينها اللي هي مسببات الحساسية اللي هي الفيومز اللي بتبقى موجودة في كل حتة، والتنظيفات بالفينيك والكلور والديتول والحاجات دي كلها، الغبار في الشوارع، الحاجات دي كلها. الباتس برضو من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، يعني ما نقدرش ان احنا يبقى في حد عنده حساسية وبعد عنده قطة ولا عنده كلب ولا حاجات زي كده. بالنسبه للفود احنا بنمنع الفود اللي هو فيه بريزرفاتيفز اونلي زي الشيبسي والبوز والكاراتيه والحاجات دي، او ترايل اند ايرور اف somebody مثلا اخذ ستروبري وحصل حساسيه بنمنع الستروبري وهكذا، لكن مفيش يعني ايتم معين غير الحاجات المحفوظه اللي فيها سيتريتس وبنزويت. السموكينج it has a great effect on asthma. It diminutes the mucociliary carpet. بتقلل السيليا، الفانكشن اوف ذا سيليا. الفاجوسيتيك اكتيفيتي بتقل، الاستيك ريكويل اوف ذا لانج بتقل. بتزود الحساسيه وبتزود الاتاكس اوف الرجي. الباسيف سموكينج زي الاكتيف سموكينج. طبعا الفرق بين الشيشه وما بين السجاير هام جدا، في 3400 عنصر في الشيشه، منها 50 عنصر كارسينوجينيك، كادميوم وحاجات كتيره، النيكوتين، التار، وده بيختلف من سيجاره لاخرى، الورق بتاع السيجاره نفسه. الشيشه يمكن ما فيهاش ورق السيجاره ولكن فيها كل هذه المكونات، بالاضافه للي الطويل بتاع الشيشه بيخلي السكشن فورس اعلى. انت بتاخد ماينس 2 تو ماينس 3 في السيجاره كسكشن فور، بتاخد من 10 تو 15 سنتيمتر ووتر في الشيشه، وده بيعجل بالالاستيك تيشو ديستراكشن اند سي او بي دي. نفس الحجر اللي محطوط فيه ملاس وفيه شوائب، وده زي التفاحه والعنب الفاخر ومش عارف ايه والحاجات دي، وده بيؤدي الى incomplete combustion. اذا كان الكومباشن في السيجرت from 600 تو 900 سنتيمتر ديجري سنتيجريد، وده بيولد كربون دايوكسيد. في الشيشه اتس فروم 300 تو 400 ديجري سنتيجريد، وده بيبقى incomplete combustion، بيولد كربون مونوكسيد بجانب الدايوكسيد. كربون مونوكسيد يجري على الار بي سيز يتحد معاه ويعمل كربوكسي هيموجلوبين و deprive the tissues from the oxygen needed. فالسجاير ده موضوع خاص يعني. إذا انتقلنا إلى الجيرد، طبعا الجيرد جاسترو اسوفاجال ريفلكس سيندروم، وطبعا احنا كلنا كمصريين بناكل حاجات حريفة، وفي الآخر بيجي بالليل بقى الإيه تظهر علينا الإيركتيشن والقع والحاجات دي كلها، احنا بنسميها الجيرد. هاو جيرد افكتس أزمة؟ إت افكتس أزمة ثرو تو ميكانيزمز، وان أوف ذيم إز أسبيريشن، مايكرو أسبيريشن. الارتجاع ده مايكرو أسبيريشن بيعمل كيميكال نيمونايتس وبيعمل كف. الحاجة التانية غير المايكرو اسبيريشن الريفلكس سبازم، اللي هما بين الاسوفيكس وما بين البرونكاي ذير از ريفلكس سبازم، وبيؤدي إلى بتاع ده تهيج أو في الشعب الهوائية من الريفلكشن بتوين ذا اسوفيكس أند ذا تراكي. If we take infections, viral infections may diminute the mucous membrane of the bronchi and it may cause temporary allergy. كل النزلات الشعبيه اللي احنا بنشوفها دي بعد ادوار الفيرال انفكشن والناس تبقى خايفه وعندها allergy، لا دي it is an asthmatic bronchitis. It is a temporary effect of the virus on the mucous membrane. تعالج برضو معالجه الحساسيه عادي، زي في variant من الازمه called cough variant asthma. cough variant asthma يجي لك العين بكحه. طيب تساله family history positive، هل هو بيتعرض لروائح بيبقى فيه مشاكل؟ فبتلاقي معاه ساينوسايتس، بتلاقي معاه ارتكاريا، بتلاقي معاه هيستوري اوف اتوبي، فده ات از ان ازما بس اونلي كف كف فاريانت، لان هو ما بتسمع صدره ما بقاش فيه ويزز، ما بقاش فيه حاجه. اند ذس از تريتد از ازما، تاخد انهيلرز وياخد كل حاجه. ده حاجه.
لو انتقلنا لل البريجننسي البريجننسي از فيري امبورتنت ان دي ازماتيك pregnant woman, when it comes to you, there are many questions in her mind. Number one, may I have a child? Of course you may have a child. محدش يمنع ابدا ام انها تجيب طفل because this is genetic. لو جوزها كويس خلاص مش هيجي حساسية للولاد. لو جه بتتعالج عادي جدا. طيب انا هل الحساسية بتاعتي هتزيد في الحمل ولا تقل؟ حسب البالانس بين بروجسترون واستروجين حسب الستيج اوف بريجننسي when the the abdomen is near to the chest بيبقى ما البيبي بيكبر خلاص بيبقى في ازمه في بيقلل الفيتال كاباسيتي باي مور ذان 30% ها ومش كده لما بيبتدي البطن تنزل تحت ساعه الولاده بتخف الحمل حسب الستيج اوف بريجننسي طيب what about treatment you can take treatment as if you are not pregnant. So guidelines of asthma therapy are the same during pregnancy and during no pregnancy. There are certain antibiotics. طبعا في categories بيبقى في A وB وC وD ودي بتبقى clinical trial but not on the pregnant. يعني بنيجي على antibiotics الحاجات اللي هي زي macrolides والحاجات الاموكساسيلينز والحاجات الكافالوسبورينز they are safe. غير كده ما اقدرش ادي انتي هيستامينز يستحسن ندي لوكال توبيكال احسن من الانتي هيستامينز لان برضه نوت سيف لكن كل برونكو دايليترز امينوفيلين بيتا اجونيس كورتيكوستيرويدز ذي ار سيف بات ات از وايز تو كونفاين اور ثيرابي تو انهيلر ثيرابي بيكوز انهيلر ثيرابي از سيف ات جوز انتو ذا لانج اند اوت داز نوت جو تو ذا بلاد اونلي 10% ار ابزوربد غير الادويه العاديه سو ات از سيف تو كونفاين اور ثيرابي تو انهيلر انهيلر ثيرابي ده بعبع بتاع الناس ولازم تفهموهم ان البخاخات مش بعبع ولا حاجه البخاخات معموله عشان نقدر ندي الادويه بيها بتخش مع النفس بتطلع مع النفس ما غير الادويه العاديه اللي بتعدي على الكبد والكلى والحاجات دي فالبخاخات امنه نديها لمرضى السكر والكلى والقلب والبريجننت وومن والاطفال وان ايفرثينج واهم حاجه الاشورنس اشور يور بيشنت ذات يو ار جيفينج هير ذا بيست تريتمنت ذات ويل نوت هارم هير اند ويل نوت هارم هير تشيلدرن اعتقد دي نبذه كده عن كوزز والمسببات بتاعه الحساسيه ونرجو ان انتوا تكونوا يعني استفدتم من كلمات هذه الكلمات وشكرا